لي صديق بيني أو يبني منزلاً، الظروف المادية عنده قاصرة، هل يجوز أن أعطيه من الزكاة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم. فالزكاة تعطى لهؤلاء الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في هذه الآية، واختلف أهل العلم عن مقدار الزكاة التي تعطى لمن كان له وصف من هذه الأوصاف التي جاءت في هذه الآية: الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل، فكيف يعطى من الزكاة؟ فاختلف أهل العلم في هذه المسألة، فذهب الجمهور على أنه يعطى ما يكفيه لسنة واحدة، يعطى من الزكاة ما يكفيه لسنة واحدة، واستدلوا على ذلك بفعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه ادخر من النفقة لمدة سنة، فقالوا أنه إذا أعطي الفقير أو المسكين من الزكاة فإنه يعطى على قدر السنة، وعلى ذلك إذا قلنا بهذا القول وهو قول الجمهور فإنه لا يعطى هذا الشخص مالا أو زكاة من أجل بناء البيت، لأن هذا يكون أكثر من حاجته لمدة سنة، ولكن قالوا يعطى لسداد أجار بيته لمدة سنة، فهذا يدخل في هذا الباب وفي هذا القول وهو قول الجمهور، وأيضا يعطى من النفقة ما يكفيه لمدة هذه السنة، ما يغنيه لمدة هذه السنة. والقول الآخر هو ما ذهب إليه الإمام الشافعي، وهو رواية أيضا عن الإمام أحمد، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو أنه يعطى من الزكاة حتى يغتني ويكون غنيا، أي أنه يعطى من الزكاة حتى يكون غير محتاج للصدقة وللزكاة، وهذا القول له وجاهة في هذه المسألة. لذلك لو أخذنا بهذا القول وهو القول الثاني بأنه يعطى من الزكاة حتى يغتني، فإنه في هذه الحالة يجوز أن يعطى من الزكاة، أن يعطى من الزكاة لشراء بيت، ففي هذه الحالة نجد أن حاجة هذا الشخص هو المنزل والسكن، وربما يكون الأجار هو يأخذ عليه الكثير من المال وأيضا الراتب الذي يتحصل عليه، فنجد أن المال يذهب للأجار ويذهب أيضا على النفقة، فيكون في هذه الحالة مستحق للزكاة لأنه لا يبقى شيء من ماله، فقالوا أنه لو اشتري له من الزكاة بيتا فإنه يغتني في هذه الحالة، فعلى هذا القول يجوز أن يعطى من الزكاة لبناء بيته أو لشراء بيت له. وقاسوا على ذلك أنه لو أن هذا الشخص الفقير المسكين لو احتاج، أو أنه كان صاحب حرفة واشتري له معدات لهذه الحرفة، أو اشتري له دكان، أو اشتري له أيضا سيارة يكد عليها، أو أي أمر من الأمور التي يحتاجها من حيث أنه يغنيه في صنعته أو في عمله، فإنه ذهب الجميع على جواز ذلك، يعني هذا بالإجماع أنه يعطى من الزكاة في مثل هذه الحالة. فقالوا إذا كان يعطى مثل هذه الحالات، أي يعطى مثل السيارة أو غيرها أو ما يحتاجه في حرفته، فإن هذا أكثر من حاجته لسنة، فعلى ذلك فإنه يعطى أيضا البيت الذي يسد حاجته عن طلب الزكاة من الناس. فعلى هذا القول وهو الأقرب في هذه المسألة أنه يعطى من الزكاة، ولا حرج لو أنه اشتري له بيت إذا كان هذا البيت إذا اشتراه يمنعه من الأخذ من الزكاة أو من الصدقات. نعم.